ما يزال الأستاذ محمد عبد الرحمن يحاول تجاوز أحزانه العظيمة على ابنه الشهيد أمجد إلى العمل على كافة القضايا الشبيهة المستهدفة حماية المواطنين من التطرف والإرهاب. وها هو اليوم يجد مناصرين استلهموا من أمجد هيئة هي الأولى من نوعها في المنطقة. تشهده ينشر ثقافة التسامح والقبول بالآخر، وبدون التسامح والقبول بالآخر سنظل نتصارع ونعيش في دوامة العنف إلى ما لا نهاية، لأن العنف والتطرف لا وطن له ولا دين له ولا ملة. والدليل بأنه كثير من الناس تعرضوا للاغتيال بسبب إيش؟ من نفس المذهب، ربما من نفس الفكر، ربما لم التطرف لم يترك شيء أحد. حوالي أكثر من 20 من شيوخ وأئمة المذهب السلفي في اليمن وفي عدن بالذات اغتيلوا وهم يودوا صلاة الصباح. إشهار هيئة مناصرة ضحايا التطرف والإرهاب يأتي بعد تزايد ظاهرة الجريمة التي تستهدف المختلف فكريا وسياسيا. ويرى هؤلاء النشطاء الحقوقيون أن مناصرتهم لن تستثني أحدا من المحتملين استهدافهم كرجال الأمن وأئمة المساجد وكافة ضحايا الاغتيال السياسي. نكرس جهودنا لأجل المناصرات والدفاع عن ضحايا التطرف والإرهاب الفكري والسياسي بمختلف أنواعه وأشكاله. هذه الهيئة هويتها ستكون هيئة مدنية طوعية مستقلة. هناك ضحايا مستهدفين بسبب أفكارهم أو بسبب انتماءاتهم السياسية، ونحن هنا أو عبر قناتكم ندعو كافة النشطاء في كل المحافظات إلى تلبية الدعوة وتوسيع المشاركة في هذه الهيئة ليكون وقع صداها أقوى إن شاء الله في على المستوى المحلي والدولي. أنشطة مختلفة حقوقية وعلى مستوى الوعي المدني قدمها أعضاء الهيئة التي يؤمل أن تحدث فارقا في العمل الحقوقي في قادم الأيام. آدم الحسامي، قناة بلقيس، عدن.